الحمد لله بجميع المحامد وأكملها على نعمه التي لا تحصى ظاهرها وباطنها. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه، أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم وأكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من رمضان وبلغنا بفضلك الكريم ليلة القدر. اللهم اعتق رقابنا من النيران واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ونسائنا وأبنائنا وبناتنا وجميع المسلمين. اللهم في هذه الساعة الطيبة المباركة اكشف الهم والغم والكرب العظيم عن المستضعفين في كل بلد يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. آمين آمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما أحوجنا إلى تقوى الله تبارك وتعالى لنحقق ثمرة الصيام، لأن التقوى أيها الأحبة أعظم ما يدخل العبد الجنة، التقوى وحسن الخلق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم وفقنا أن نكون من عبادك المتقين. معاشر المؤمنين، هذا شهر رمضان المبارك تتسارع خطاه، بالأمس وقفنا نستقبله وها نحن اليوم على مشارف الانتهاء من هذا الشهر الكريم أيها الأحبة. لذلك نحن مدعوون من قبل الله تبارك وتعالى إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والله يدعوكم إلى دار السلام، فما أحوجنا على أن نثابر، لأن الكثيرين تبرد هممهم وتضعف، بدل أن تقوى الهمة مع بداية قرب شهر رمضان حيث توزع الجوائز ويعتق العباد من النيران ويكتب المؤمن في الملأ الأعلى عند الله تبارك وتعالى. لذلك مدعوون جميعا أيها الأحبة إلى المسارعة وعدم التكاسل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا، فهذا زمن المسارعة، أيام تفصلنا عن ليلة القدر، وليلة واحدة بعمرنا كله أيها الأحبة. لذلك ينبغي علينا أن لا نتكاسل وأن لا تبرد هممنا، ونحن مدعوون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول عن الصوم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وجزيل العطاء ممن بيده خزائن السماوات والأرض، ممن يعطي عطاء لا حد له. لذلك معاشر الأحبة، إذا كان الله تبارك وتعالى يقول إلا الصوم،
فإنه لي وأنا أجزي به. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مصداقا لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لو أن أحدا له شأنه في هذه الدنيا قد وعدك بأمر وأخفى عليك، لانشغل بالك ولاهتميت وأنت فرح بماذا ستكون هذه العطية وهذه الهدية. مهما بلغ منزلة فسيعطيك عطاء، إما سيارة وإما بيت وإما وظيفة وإما وإما، وأنت بذلك تستحي منه وتخجل منه على هذه العطية العظيمة، فكيف برب السماوات والأرض تبارك وتعالى حيث يعدك بقوله: سأعطيك عطاء لا حد له، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف بنا أيها الأحبة لا نجتهد ونحرص على أن لا نفوت هذه الأيام المباركات؟ إذا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتورم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا، فمن باب أولى أن نحرص نحن أيها الأحبة في هذه الأيام المباركات أن نستغلها، لأن الأمر ليس بالهين، إنها جنة عرضها السماوات والأرض، إنه رضا الله عز وجل، إنها النعمة العظيمة هذه الجنة وهذه النار التي أرقت العلماء والدعاة وشغلت بال الأنبياء والمصلحين، لأنه يمكن أن تفوتك هذه الجنة. وكما أن الجنة قريبة أيها الأحبة فالنار قريبة ولا تدري أيهما تكون. لذلك العاقل الحصيف ينبغي عليه أن يحرص على الدقائق والثواني. أول من يدخل الجنة أيها الأحبة وجوههم كالقمر ليلة البدر، ثم من بعدهم على هيئة كوكب دري، قلوبهم متآلفة، لا حسد ولا بغض ولا حقد، يرفعهم الله على منابر من نور ويكرمهم الله تبارك وتعالى. هذه الجنة أيها الأحبة التي كلنا يدندن حولها، ولكن الكثيرين كما قال أبو إسحاق داود الطائي: عرفتم أن الجنة حق، ولكن الكثيرين لم يعملوا لها. نحن في شهر رمضان كثير من الناس مفطرون أيها الأحبة ويتباهون في إفطارهم، حتى أن نسمع بعض البلاد العربية من ينادي بالحرية بأن يفطر جهرا في يوم رمضان. كثير من الناس مر عليهم الأيام المباركات دون أن يعرفوا عظيم فضلها وكرمها. لذلك ينبغي أن نكون نحن من المشمرين المقدمين على الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات، وأن نزرع الشوق، نتشوق إلى لقاء الله عز وجل، ونتشوق إلى رضا الله عز وجل، ونتشوق إلى هذه الجنة التي وعدنا الله عز وجل بها، فنجتهد ونثمر وأن نحقق الشروط بتوحيد الله تبارك وتعالى والاستقامة على شرعه واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص أيها الأحبة على كثرة الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، لا ترضى بأي مكان في ربض الجنة ولا في أوسطها، بل ينبغي عليك أن تدعو الله تعالى بأن تكون في الفردوس الأعلى. والفردوس الأعلى لا مثيل لها ورب الكعبة، لؤلؤ ونور يتلألأ، ونعم من الله تبارك وتعالى ورضوان. هذه الجنة التي النبي عليه الصلاة والسلام لم يضع ولم يكن يحفز الصحابة على شيء من أمور الدنيا سوى الجنة، فيقول: من يفعل كذا وله الجنة، من يفعل كذا وله الجنة. لأن هذه الدنيا فانية أيها الأحبة، يعيش فيها المرء
مرحلة إلى أن ينتقل إلى الدار الأصلية ألا وهي الجنة. بعض الناس همتها متواضعة، كلنا يسمع ربيعة هذا الطفل الفتى، سأله النبي عليه الصلاة والسلام: سلني يا ربيعة، اسألني أي شيء تريد. وسأل أعرابيا آخر: سلني ما تريد. فهذا الفتى قال: يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. فقال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. واحد أعرابي قال له عليه الصلاة والسلام: سلني. فقال: أريد بعض الماعز يا رسول الله. فشتان شتان بين الهمم، ومن لا هم له لا همة له، ومن لا يعرف نعيم الجنة وفضلها. فلقد قال الله عز وجل وسرد لنا في قرآنه العظيم نعيم الجنة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. داود الطائي كان طفلا 5 سنوات عمره وحفظ سورة الإنسان وهو يقرأها صباح مساء، فتعشق للجنة وأهل الجنة، فكان يجلس مواجها للحائط ويقرأ الآيات. فمرة أمه رأته مشغولا يقرأ القرآن ووجهه للحائط ويبتسم، فخافت عليه فقالت: يا بني، ما الذي يشغل بالك؟ أين أنت؟ مع من تتكلم؟ فقال لها: أنا مع أهل الجنة حيث يتزاورون. قالت: ماذا يفعلون؟ قال: على الأرائك متكئون، يطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فالأم أخذته بحضنها وخافت عليه، الولد ربما جن، إلى أن وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: وكان سعيكم مشكورا. قال: ما كان سعيهم في الدنيا أهل الجنة يا أمه؟ فالأم عرفت، فقالت لأبيه أن يلتفت إليه خشية عليه، فقال: إذن دعيني أعيش مع أهل الجنة حيث يتنعمون ويكرمهم الله تبارك وتعالى ويتلذذون في نعيم الجنة، على الأرائك متكئون، يحلون فيها بثياب خضر وأساور من ذهب، ويكرمهم الله تبارك وتعالى نعيما ليس بعده نعيم. فجاء إليه أبوه فقال: ما الذي يشغل بالك؟ قال: أهل الجنة وسعيهم وما أعد الله لهم. فما كان سعيهم؟ قال: كان سعيهم كانوا يكثروا من لا إله إلا الله محمد رسول الله، و5 سنوات، وما زال يكررها ويكررها حتى وفقه الله عز وجل، فأصبح من عجيب هذه الدنيا في الزهد والورع والتقوى والأحبة. لذلك الله عز وجل ذكر لنا عن أهل الجنة ونعيم الجنة وما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة، حتى أنه ورد أن الجنة 100 درجة، ربط الجنة تحت، وسط الجنة، ثم أعلى الجنة، ودرجة واحدة تسع كل الخلائق، درجة واحدة من درجات الجنة تسع كل الخلائق. لذلك أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى أن نتشوق إلى لقاء الله عز وجل ورضاه والجنة. خالد رضي الله عنه وأرضاه جاء مرة بالغنائم وكان معه قميص مطرز بالذهب، والصحابة تعجبوا من هذا القميص الجميل المميز مطرز بالذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذه؟ والذي نفس محمد بيده لمنديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. المنديل هذا اللي بيمسح فيه العرب خير من هذه، جنة عرضها السماوات والأرض. أم حارثة مات ولدها فبكته وقال:
قالت يا رسول الله هو في الجنة؟ قال لها عليه الصلاة والسلام أهبلت يا أم حارثة؟ إنها ليست جنة واحدة بل جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، ليست جنة واحدة. أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أحد الصحابة قد اختلف مع يتيم حول نخلة له، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي بالنخلة، فبكى اليتيم، فرق له قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهذا الصحابي: أتعطيه النخلة ولك فيها عزق في الجنة؟ فالرجل كان معصب، قال: لا يا رسول الله. فاقتنص الفرص من أصحاب الهمم العالية الذين يبحثون عن حسنات، أهل المعروف، أهل الطاعات، أهل القربات. فقال أبو الدحداح: لو أعطيته بستاني يا رسول الله مقابل هذه النخلة ألي عزق في الجنة؟ قال: نعم. قال: إذن هي لك، بستان فيه من النخيل أجود أنواع النخيل. وفي يوم أحد قتل أبو الدحداح رضي الله عنه وارضاه، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام مضرجا بدمائه، فمسح الدم عن وجهه وقال: كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. طبعا هناك كثير من الأمور أيها الأحبة مما تدخل العبد الجنة، مما يدخل العبد الجنة أيها الأحبة: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. كذلك من صلى 12 ركعة من غير الفريضة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. كذلك أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، من كفل يتيما أو مسكينا أو أرملة. كذلك إسباغ الوضوء وكثرة الصلاة. بلال رضي الله عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام: يا بلال، لقد سمعت خشخشة أقدامك، آثار أقدامك في الجنة، ماذا تفعل يا بلال من الأعمال المباركة؟ قال: يا رسول الله، بما أنك علمت بذلك فإني كلما توضأت صليت لله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك ليلا أم نهارا. فإسباغ الوضوء وكثرة الصلاة أيها الأحبة، فمن أسبغ الوضوء وقال: اللهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، خير عظيم. ولكن هناك كثيرون لا يدخلون الجنة، منهم قاطع رحم، ومنهم عاق لوالديه، ومنهم شارب الخمر، ومنهم المتكبر. هؤلاء أيها الأحباء يؤخرون، أهل الأحقاد والحسد والضغائن. ونحن في أيام مباركات ندخل على هذه الليالي العظيمة، على العشر الأواخر، خير أيام الله عز وجل، وخير هذه الليالي ليلة القدر، بقلوب صادقة صافية، حتى ننال إن شاء الله جميعا رضا الله والجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. Verehrte Geschwister, einige Auszüge aus dieser Khutbah. Der Monat Ramadan, vor kurzem haben wir ihn willkommen geheißen und schnell sind seine Schritte und mittlerweile vergehen die Tage so schnell, dass man ihn bald verabschieden wird. Daher ist der Appell nochmal an alle gerichtet, die letzten Tage und darin ist die beste Nacht, die besser ist als 1000 Monate, sich jetzt anzustrengen. Viele fangen motiviert an in der ersten Phase und werden dann immer langsamer und vernachlässigen viele Tage. Die Tage, die vor uns sind, sind die besten Tage und die besten Nächte. Und daher sollten wir uns jetzt die Ärmel krempeln und uns anstrengen, damit wir gerade die beste Phase von Ramadan letztendlich mit Leben füllen und mit Hasanat letztendlich mitnehmen. Wir haben heute über das Paradies gesprochen. Allah subhanahu wa ta'ala ruft die Gläubigen auf, dass sie sich beeilen sollen, dass sie wetteifern sollen um ein Paradies, dessen Breite die Himmel und die Erde sind. Eine Stufe im Paradies, liebe Geschwister, würde die ganze Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala umfassen. So groß ist das Paradies. Allah
spricht zu den gläubigen Dienern, dass er ihnen im Paradies etwas vorbereitet hat, was noch nie ein Auge gesehen hat und noch nie ein Ohr vernommen hat und noch nie im Herzen eines erdacht worden ist. Wenn ihr euch heute in dieser Dunya Geschenke vorstellen würdet, so, es ist noch viel mehr, als man sich vorstellen kann, was Allah da vorbereitet hat. Wenn dir jemanden ein Geschenk, ein Riesengeschenk vorbereiten würde, dann würdest du nicht schlafen können. Ein Haus, ein Auto, ein Flugzeug in dieser Dunya. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, dass er uns Dinge vorbereitet hat, die nicht mal in unserem Gedächtnis aufkommen würden. Deshalb sollte der Gläubige motiviert sein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er die Sahaba, seine Propheten, Gefährten, wenn er sie motivieren wollte, dann sagt er, wer möchte diese Tat machen und der bekommt das Paradies. Und wenn er uns aufgerufen hat, wenn wir Dua machen um das Paradies, dann sollten wir nicht eine Stelle irgendwo, ein paar Quadratmeter im Paradies bekommen, sondern wir sollten uns von Allah das höchste Paradies, Firdaus al-A'la, wünschen. So sollte die Motivation und so sollte die Zielstrebigkeit des Gläubigen sein, dass man sich nicht mit niedrigen Dingen zufrieden gibt, sondern dass man eifrig sein sollte, dass man bemüht sein sollte, dass man motiviert sein sollte, das höchste Ziel anzustreben, um das zu erreichen. Und dieses Paradies, dafür gibt es viele Taten, die man machen kann. Sich beteiligen am Bau einer Moschee, dass man 12 Rak'at jeden Tag neben den Pflichten betet, dass man weitere Taten macht. Und es gibt auch Dinge, vor der gewarnt wird, letztendlich, dass man sie vermeiden soll, dass man seine Eltern letztendlich unzufrieden stellt. Das sind Leute, die nicht ins Paradies treten werden, die aufgestundet werden. Oder dass man seine Verwandtschaftsbande letztendlich unterbricht. Oder Leute, die Hochmut haben. Das sind gefährliche Aspekte, die jeder Gläubige vermeiden sollte. Liebe Geschwister, wenige Tage noch, wo dieser ehrenhafte Gast bei uns ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala ruft uns auf. Ein Paradies, welches unzählige Dinge für uns letztendlich, die auf uns warten, ein Paradies, was sehnsüchtig ist. Und das sind die Tage, wo die Gläubigen aus dem Paradies freigesprochen oder aus dem Höllenfeuer freigesprochen werden, wo man sich einen Platz im Paradies garantieren kann. Lasst uns gemeinsam, inshallah, diese Tage und diese Nächte nutzen, damit wir, inshallah, gemeinsam uns im Paradies wiederfinden, wie wir uns hier in dieser Moschee wiederfinden. Ich möchte an eine Sache erinnern, inshallah, nächsten Freitag werden, inshallah, nach dem Jum'a, ihr seid alle herzlich eingeladen, inshallah, in die neue Moschee zu gehen. Wir werden, inshallah, die Türen für euch öffnen, dass ihr, inshallah, seht, wie weit wir gekommen sind. Und alhamdulillah, wir sind sehr, sehr weit. Kommt, inshallah, nächsten Freitag, plant das jetzt schon mal, nächsten Freitag nach dem Jum'a, inshallah, nach dem zweiten Jum'a bitte aber, damit wir, inshallah, gemeinsam dort sind. Wir werden eine kleine Führung für euch dort machen und werden vielleicht auch eine schöne Koranlesung vorbereiten können. Möge Allah das annehmen und unsere Gebete annehmen. الحمد لله وكفى وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله وموفى أما بعد أيها الأحبة بعض الصالحين كان يقرأ هذه الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فبدأ يبكي فمن حوله من إخوانه قالوا هذه الآية تبشر بالجنة وليست آية عذاب حتى تبكي وجنة عرضها السماوات والأرض قال جنة عرضها السماوات والأرض وما ينفعني طولها وعرضها إذا لم يكن لي فيها موطئ قدم يعني ممكن تكون عرض السماوات والأرض ما يطلع لك محل لذلك أيها الأحبة نحن في زمن إن شاء الله العتق من النار فأكثروا من الدعاء وأخلصوا لله نياتكم اللهم يا ربنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة اللهم يا ربنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة اللهم اعتق رقابنا من النار نحن وآباؤنا وأمهاتنا ونساؤنا وأبناؤنا وبناتنا وسائر المسلمين اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما تبقى من شهر رمضان اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم يا ربنا نسألك أن تتقبل منا صلاتنا وصيامنا وصدقاتنا وسائر طاعاتنا ولا ترمي بها وجوهنا اللهم يا ربنا نسألك في هذه الأيام المباركة أن توفق أبناءنا وبناتنا في دراستنا
اللهم خذ بأيديهم لما تحب وترضى. اشرح إلى الخير صدورهم. اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فرج هموم المهمومين واكشف كروب المكروبين. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. آمين. وصل على محمد وآله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة. Thank you.